ما دمت أسقى بماء طاهر و الملف ديالي مازال كما كان، لم يتحرك البتة. طبعا كاين شي تحركات في غير مسبوقه او غير متوقعه، اخرها اللي وحصل مؤخرا قبل ايام ان المحامي ديال شركه التامين تم الكشف على انه يتصل باي جهه تتحدث عني او تبحث عن الخبر من خلالي كي تجد حلا او تبحث عن تفاصيل هذه القضيه. فهذا المحامي يتدخل باسم شركه التامين المعروفه ويتدخل بالوعد والوعيد والتهديد ويزبد ويرعد، لست أدري بماذا سيهدد، وقد تم له كل ما أراد. أنا أبحث عن شيء واحد هو العدالة، لا شيء سوى العدالة. قضيتي قضية مجموعة من المغاربة الذين إنون بعضهم في صمت وبعضهم يبحث عن صوت لينطق بما يحس، وأنا منهم. فإذا حل مشكلي سيحل مشكل قائم في النسيج الاجتماعي المغربي من تظلمات لبعض الشركات التأمين للمواطنين فيما يخص مجموعة من الأشياء، سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو حوادث السير أو غيرها. فلتكن هذه الندوة يعني ندوة ليست لعتيق من الشيقر، بل ندوة لكشف النقاب عن أرق وعن معضلة تصيب هذا المجتمع، حتى تكون التنمية المنشودة من طرف صاحب الجلالة وكل المحبين لهذا الوطن تنمية تمشي بطريق صحيح بتوازن مع كل فعاليات المجتمع المدني المغربي. بالنسبة للملف دخل المحكمة، شنو آخر المستجدات؟ آخر المستجدات أنه الأحكام هي اللي صالحهم، ولكن تم ما بغيتش نفصل حتى نقولها في الندوة وكشف النقاب، باش من أنا كاين معايا زملاء صحفيين وحقوقيين بغاو هما يتكلموا على القضيه باش ياخذوا الخبر من منابر ومن زوايا متنوعه حتى تكبر الصوره وتتضح بشكل جلي. المهم هو ان اخر الاخبار انه يعني هناك صراخ زائد عن اللزوم، وهناك يعني نبره تزيد طغيانا اكثر مما سبق. فهذا يعني كفى، اظن كفى استهتارا بضمائر الامه، كفى استهتارا بنقاء الأمة، كفى استعبادا للناس. نحن أحرار وسنبقى كذلك، وقضيتي سوف لن نتنازل عنها مهما كان الثمن. سأنظم هذه الندوة بصحبة جمعية وسطاء التأمين والمستثمرين في التأمين والوسطاء فيه، وإذا تطلب الأمر وجد جديد فسأقيم إن شاء الله، وإذا رضيتم عنا سأقيم ندوة أخرى وأحطكم بالجديد أولا بأول.